ومضة أمل كشف عنها طبيب أردني يعمل في دبي بعد الإعلان عن نتائج دراسته التي أكدت بأنه ولأول مرة سيتم علاج اضطراب طيف التوحد بشكل تام باستخدام أدوية معتمدة من دار الدواء والغذاء الأمريكية وبحسب بروتوكولات علاجية تم تطويرها من قبل الطبيب نفسه. قمنا بتطوير بروتوكولات علاجية دوائية. بداية اعتمدنا على الـ FDA Approval انه هاي الأدوية ممكن يتم استخدامها من 5 سنين فما فوق او 6 سنين فما فوق، وقمنا بتطويرها خلال الثمان سنين في وجودنا وشغلنا مع أطفال التوحد، فنزلنا ان نقوم باستخدامها من 2 سنين فما فوق حسب بروتوكولات معينة، وذلك بناء على افتراضية انه طيف التوحد هو مرض عصبي نفسي، لأنه كثير من أعراض طيف التوحد توجد في الكثير من الأمراض النفسية الأخرى. نعم تبكين. وبحسب النتائج التي تم نشرها فإن التدخل الدوائي أدى إلى اختفاء أعراض مرضى التوحد تماما في 56% من الأطفال الذين تم علاجهم، فقد تم علاج 18 طفلا باستخدام الأدوية والبروتوكولات العلاجية المطورة، تم شفاء 10 أطفال منهم بشكل تام، بينما تراوحت نسب التحسن لدى 8 الباقين ما بين 60 إلى 80%. من العشر حالات هذه اللي قمنا بنشرها، الآن بعض الأطفال وقفنا عنهم الدواء، لا يوجد أي انتكاس. أنا أم لبنت توحدية تعاني من التوحد، عمرها 7 سنوات. البنت على طول كانت في حالة عصبية وفي حالة من الانهيار، فبفضل العلاجات اللي توصلت إلى عن طريق المركز كانت الخطوة باهرة في التحول الجذري لبنتي من توحد شديد إلى سمات التوحد خلال 4 شهور. شو اسمك أنتي؟ ملاك. مين هاي اللي عم بتصور؟ ماما. ماما؟ أي إيش اسم المدرسة اللي تروحينها أنتي؟ شو اسمها؟ البصائر. حلو كتير، في عندك صاحبات هناك؟ وبناء على هذه النتائج وبحسب الطبيب حمزة السيوف، فقد أثبت بدراسته أنه يمكن علاج مرض التوحد باستخدام الأدوية بالإضافة إلى العلاج السلوكي كأي مرض نفسي وعصبي، خاصة وأنه يشترك في العديد من السمات مع الأمراض النفسية التي يتم التعامل معها بنفس الطريقة. عبد الله الزعبي، قناة الغد، دبي.